المطلوب هو الحفاظ على المؤسسة العسكرية، على الجيش اللبناني، لأن الحفاظ على الجيش اللبناني هو الحفاظ على عمود فقري من القرار الوطني اللبناني والمؤسسات الرسمية اللبنانية. وبالتالي يجب أن نقوم بأي خطوة قد تساعد على الحفاظ على الجيش اللبناني كمؤسسة. أعتقد بأن الاهتمام الدولي بالتمديد للعماد جوزيف عون هو ناتج عن رغبة أو قرار هذه الدول بأن يلعب الجيش اللبناني دور في عملية تثبيت الاستقرار في مرحلة غزة وما بعد غزة. وبالتالي الموضوع ليس تعلقا أو دعما لشخص جوزيف عون كقائد جيش، إنما دعما لفكرة بقاء الجيش اللبناني وبقاء هذه المؤسسة العسكرية، حتى في حال من بعد ترتيب المنطقة هناك مهمة أو وظيفة منوطة بهذا الجيش، يكون عم بيقدر هذا الجيش يلعب دوره. هل هذا الموضوع بيتم عبر المجلس النواب أو عبر الحكومة اللبنانية؟ ما بعرف، هذا ترتيب سياسي داخلي، يعني أنا ماني عن تابع. بس إله علاقة كمان بالاستحقاق الرئاسي دكتور فارس يمهد لأن يكون المرشح الدائم للجنة الحماسية؟ يعني هناك من يقول، هناك من يقول بأن التمديد للعماد جوزيف عون يعني أن يصبح استحقاق رئاسة الجمهورية مؤجل، وإذا لم يتم التمديد لجوزيف عون ربما هناك خطوات ستعجل انتخاب رئيس جمهورية. أنا مني من هالوجهة النظر. أنا خايف على مثل ما انهار 17/01 ب27، خايف على انهيار الجمهورية اللبنانية، خاصة بأنه هناك من يقول في لبنان، ربما عن حسن أو عن سوء نية، ولكن يقول في لبنان بأن انهيار الجمهورية اللبنانية هي مناسبة لبناء جمهورية جديدة أو الانتقال من الجمهورية الثانية إلى الجمهورية الثالثة، وفقا لعقد اجتماعي سياسي جديد ينظم العلاقات اللبنانية اللبنانية وفقا لموازين قوى قد تنتج عن غزة وما بعد غزة وإعادة ترتيب المنطقة. هذه الفكرة تخيف لأنها تدخل لبنان في مرحلة انتقالية، في مرحلة لبنان ما بقى عنده أحزمة أمان. ربما الحفاظ على الجيش في هذه اللحظة هو من أحزمة الأمان الأساسية التي يجب أن نفكر بها كلبنانيين، وأن نسعى بأن نحافظ على هذه المؤسسة حتى تلعب هذه المؤسسة دورها في اللحظة المناسبة. نعم. طيب دكتور فارس، سريعا، هل برأيك أخرج سليمان فرنجية من السباق الرئاسي من بعد ما عمل لودريون جولته واللجنة الخماسية أعادت احتضان فرنسا كوسيط أساسي في هذا في هذه اللجنة؟ لا، ما بتصور. يعني بتصور أنه لا يزال ترشيح سليمان فرنجية ترشيح قائم، لأنه لا يزال حزب الله وحركة أمل يتمسكون بهذا الترشيح، وبالتالي هو ترشيح قائم، ترشيح ممكن، مش بس قائم، يعني ممكن إنجازه. هلا طبعا يعني الاستحقاق الرئاسي يخضع أيضا إلى أن يكون جزء من ترتيب إقليمي. يعني بالعام 89 عندما حصل اتفاق الطائف نتيجة انهيار حيط برلين ونهاية الحرب الباردة، وعلى قاب قوسين من مؤتمر السلام الذي انطلق بالوحدة 91 في مدريد، كان هناك مصلحة أن تأتي طبقة سياسية تتناسب مع هذا التبدل الهائل الذي حصل في العالم وفي المنطقة والذي أدى إلى انطلاق اتفاق الطائف. نعم. اليوم نحن أمام مرحلة مفصلية تشبه 89، بمعنى أن هناك ترتيب جديد للمنطقة، إيران موجودة في المنطقة، إسرائيل موجودة في المنطقة، تركيا موجودة في المنطقة، ونظام المصلحة العربية موجود في المنطقة. ما هو مستقبل لبنان في هذه المنطقة وما هو موقع لبنان في هذه المنطقة حتى نحدد من سيكون رئيس الجمهورية، قائد الجيش، رئيس الحكومة، قانون الانتخاب وكل الطبقة السياسية.